انتوا لسه راجعين من الترمات وفريش، اخبار المترم كان ايه معاكم؟ كان كويس؟ تمام. انا ما شفتش المترم بنفسي، بس انا متاكد واثق فيكم ان انت هتحل كويس. الدكتور محمد اتكلم في التوبكس الاولانيه عن البايسنج تكنيك والفيدباك والاوسيليتور، ده اللي انتوا امتحنتوا عليه. الجزء الثاني ان شاء الله هنتكلم على النويز اناليسيس والباور امبليفاير والاوبريشنال امبليفاير ابلكيشنز. طيب النهارده ان شاء الله كل توبك هنتكلم محاضرتين محاضرتين محاضرتين، دي التارجت بلان بتاعتنا. هنبدا النهارده ان شاء الله بالنويز اناليسيس. تمهيدا كده بس لموتيفيشن للنويز، افترضوا ان انتوا واقفين بعيد عن، افترض ان انت عندك بيس ستيشن اللي هي بتاعه الموبايل، وبعد كده تخيل انت معاك موبايل وعمال تبعد عن التاور ده، هوت ايه اللي بيحصل للمكالمه بتاعتك؟ السيجنال بتضعف، مظبوط. وهتوصل لمرحله معينه ان انت هتلاقي الشبكه بقت، بنقول عليها الشبكه بقت ضعيفه والصوت هيبدا يقطع. طيب ليه الكلام دوت بيحصل؟ انتوا لسه قايلين الاجابه، لان السيجنال بتبقى ضعيف، مظبوط. طيب ايه رايكم طالما ان السيجنال اللي وصلت لي بقت ضعيفه، ايه رايكم ان احنا نحط امبليفاير كبير شبه اللي انتوا عملتوا له ديزاين في النص الاولاني من الكورس؟ هل ده هيحل المشكله ولا لا؟ نعم، ايه المشكله الثانيه بالظبط؟ لان ده اسم التوب بتاع المحاضره، فده كويس. بس خلونا نمشي في الثوت بروسيس اللي هي عندنا ده. هي لو احنا مثلا حطينا امبليفاير كبير هيعمل ايه للسيجنال؟ هيكبرها فعلا. فلو احنا فارضين ان الامبليفاير ده كان ايديال، كان محل المشكله تماما، كان هيكبر السيجنال وبالتالي تقدر تسمع مكالمه وخلاص المشكله انتهت. وكل لما تبعد عن البيز ستيشن ده هي تحط امبليفاير اكبر بحيث ان هو يكبر لك السيجنال وتقدر تسمعه، ويبقى كده ما فيش مشكله ايه النتورك خالص. بس اللي بيحصل زي ما زميلكم قال، ان في مشكله النويز، ان الامبليفاير مش مجرد ان هو بيكبر سيجنال بس، لا الامبليفاير الحقيقي بيضيف نويز كمان للسيجنال. فهي دي اساس المشاكل كلها. ليه؟ لان دلوقتي لو انت استقبلت السيجنال وبعد كده الامبليفاير ضاف لك عليها نويز، فممكن توصل لمرحله ان النويز اللي امبليفاير دافها تبقى دوميننت، فما تقدرش تستقبل ايه السيجنال بتاعتك. فزي ما احنا قلنا ان النويز بتاعه الالكترونكس، النويز بتيجي من طريقين، اما عن طريق الالكترونكس ديفايسز بتاعتك او بتيجي من الانفايرمنت اللي حواليك. الكورس ده هوت هنتكلم ان شاء الله على النويز اللي جايه من الالكترونيك سيركت، اللي هي ترانزستور ريزستور وهكذا. والنويز دهيت هتحدد لك ايه اقل سيجنال تقدر تستقبلها في الريسيفر بتاعك. طب ايه طبيعه النويز دهيت؟ النويز معظم السيجنالز اللي انتوا اتعاملتوا معاها لغايه دلوقتي كانت ديترمينستيك، اللي هي الاولانيه دهيت. طيب احنا كده ما ينفعش نستخدم القلم دهوت. طيب يبقى، طيب المعلومه الاولانيه انا مش عارف استخدم اللي هو القلم اللي انا جايبه دوت، بس فكل حاجه تبقى فيري سنس. لا كده كده فلاشر.
نعم؟ ما ده اللي انا لسه عامله دلوقتي. طيب احنا دلوقتي طيب نرجع تاني يا شباب. طيب فمعظم السيجنالز اللي انت تعملته معاها ديترمينستك. يعني ايه ديترمينستك؟ اللي انا لو سالتك مثلا عند اي لحظه في التايم السيجنال دي قيمتها كام هتعرف قيمتها، مفيش مشكله. النويز لا، النويز راندوم بروسيس. يعني ايه راندوم بروسيس؟ يعني انت لو وقفت في اي لحظه في التايم مش هتعرف القيمه دي كام. ده تعريف الراندوم بروسيس، وده كورس كامل هتاخدوه السنه الجايه ان شاء الله بالتفاصيل بتاعته بالرياضه. هتلاحظوا ان النويز اناليسيس دي يعني هي توبيك الحقيقه يعتبر ادفانسد، بيبقى فيه تفاصيل كتيره وبيحتاج رياضه وهكذا. فاحنا في المحاضرتين دولت ان شاء الله هنكفر حاجات سيلكتد من التوبيك ده. ففي شويه اسئله هتيجي على دماغكم بناء على الانترودكشن اللي انا لسه قايلها، ان احنا دلوقتي النويزي راندوم بروسيس هنتعامل معاها ازاي. فهنراجع شويه رياضه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان زي ما قلنا النويز محتاجه شويه ماث. وبعد كده هنجاوب سؤال ايه اللي بيخلي ايه اللي بيسبب النويز اصلا. وبعد كده ازاي تعرف ان النويز دي كويسه ولا لا، لان انت دلوقتي عندك نويز. هتعرف منين ان النويز دي مثلا اكسبتابل للسيستم بتاعك ولا مش اكسبتابل؟ هنتكلم على المتريك اللي نقدر نقول بيه النويز دي كويسه مناسبه للسيستم ولا لا. بعد كده دايما بنحب يبقى في موديل لكل حاجه. فاحنا دلوقتي هنتكلم بعد ما نخلص الانترودكشن بتاعت النويز هنعرف ازاي نعمل موديلنج للنويز دهات في السيركت بتاعتنا، وبعد كده نحل مسائل ونعرف ازاي بنحسبها. دي الاوتلاين بتاعه المحاضره دهات والمحاضره الجايه ان شاء الله. طيب مراجعه على النويز. النويز زي ما قلنا اللي انت ما تقدرش تعرف قيمتها في التايم دومين عند اي لحظه، يعني ممكن تطلع اي قيمه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت لو جيت تحسب الافرج للنويز هتلاقيه بكام؟ حد يتوقع؟ كام؟ بصفر. ليه بصفر؟ لان هي حاجه راندوم. دي من خصائصها ان انت هتلاقي الديفينيشن بتاع الافرج هو عباره عن ايه؟ ان انت بتنتجريت على تايم معين وبعد كده بتقسم على التايم ده هو. فلو انتوا شفتوا هنا مثلا هتلاقي النويز شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف. فانت لو جبت الانتجريشن اللي هو الاريا تحت الكيرف ده هو هتلاقيها ان هو بصفر. طيب بتوع الرياضه لقوا ملاحظه ثانيه، قالوا ان انا لو حسبت باور للنويز مش هتطلع بصفر. الديفينيشن بتاع الباور هو ايه؟ ان انت بتربع السيجنال وبعد كده بتعمل انتجريشن وبعد كده بتقسم على التايم اللي انت عملت عليه الانتجريشن. التي دي هنا عباره عن ايه؟ البيريد؟ لا ما ينفعش نقول البيريد. ليه؟ لان احنا بنقول بالظبط ما ينفعش نقول ان هي بيريد، لان احنا بنقول ان النويز دي حاجه راندوم فهي مش بيريودك. التي دي تايم كبير جدا اللي هو بيسموه الاوبزرفيشن تايم، وكل لما اكبر تايم دهوت يبقى الارقام بتاعتي مور اكيوريت. فالباور اللي احنا هنحسبها للنويز دي حاجه ديترمينستك، هنعرف نحسب لها فاليو ومش راندوم خالص. بعد ما عرفنا الديفينيشن بتاع الباور دهوت وعرفنا ان هو ديترمينستك، في حاجه ثانيه شبيهه للباور بيسموها الروت مين سكوير. حد سمع عنه قبل كده؟ تمام. الروت مين سكوير ده انتوا حسبتوه قبل كده للديترمينستك سيجنال، وهو هنا برضو نفس الديفينيشن هنستخدمه في الراندوم سيجنال. ده الديفينيشن بتاعه اللي انت حسبت الباور بنفس اللي هو عملت ربعت السيجنال وعملت انتجريشن وقسمت على البيريود. الار ام اس هي مجرد اللي انت بتعمل بتاخد سكوير روت للكلام ده هوت. وانت في دماغك هتبقى عارف ان دايما الار ام اس فاليو دي حاجه زي ما تقول ايه اكويفلنت للباور. لو انت عرفت الار ام اس فاليو لو عايز تحسب منها الباور هتربع القيمه ده هي في سكوير ويبقى دي كده الباور. بس هي طبعا ده مش الباور اكيوريت، انت لازم يبقى في ريزيستنس. الفولت سكوير ده مش باور، ده فولت سكوير. لو انت عايز تحوله للباور لازم تقسم على الريزيستنس. فاحنا هنا لو فرضين ان الريزيستنس قيمتها واحد يبقى الباور هي في سكوير بس اللي هي الار ام اس سكوير. ده المتريك اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان احنا بنقول ايه النويز في حد ذاتها كباور ملهاش قيمه قوي، والسيجنال بتاعتك كباور ملهاش قيمه قوي كان انت تعرفها كمعلومه. اللي يهمك ان انت تعرف الريشيو ما بينهم ايه. فانت المتريك اللي احنا هنتكلم عنه هو السيجنال تو نويز ريشيو، اللي انت تحسب السيجنال باور على النويز باور. انت عايز القيمه دي تكبرها ولا تصغرها؟ تكبرها جدا، لان معناها كده ان السيجنال بتاعتك اكبر بكتير من النويز.
فلو احنا قلنا ان الريزيستنس واحده اللي هتشوفها السيجنال والنويز هتقدر تقول ان الريشيو ده هي الريشيو ما بين الفي سكوير والفي سكوير بتاعت السيجنال والفي سكوير بتاعت النويز. او ودايما احنا يعني عاده بنحب نشوف الاس ان ار كدي بي فاليو، فده الديفينيشن بتاع بتاخد 10 لوج القيمه اللي هي السيجنال باور على النويز باور، ولو انت عايز تشيل السكوير بتحط 20 عادي مفيش مشكله. فلو جيت اتكلمت بقى مع حد الكورسات اللي جايه ان شاء الله، لو اتكلمت مع حد بتاع كوميونيكيشن هيجي يقول لك مثلا ايه، انا عايز الاس ان ار بتاعت السيستم قيمه معينه مثلا 20 دي بي 50 دي بي اي رقم. يبقى انت لازم عشان ال 10 دي بي او ال 20 دي بي دي عشان تحقق ايه؟ عشان تبعت داتا بريت معين. فانت كل ما يبقى عندك الاس ان ار اعلى السيستم بتاعك يقدر يبعت داتا بريت اعلى. الكلام ده هتعرفوه بالتفصيل في كورسات الكوميونيكيشن في السنه الجايه ان شاء الله. طيب نوع تاني برضو مراجعه للرياضه، في حاجه اسمها correlated وuncorrelated random variable. يعني ايه correlated وuncorrelated random variable؟ يعني مثلا انا سالتكم في اول المحاضره قلت لكم الميد تيرم كان اخباره ايه؟ وانتوا قلتوا الامتحان كان الحمد لله كويس. فلو انا جيت مثلا قلت ان ده مثلا اكس ده هي كانت سهوله الامتحان والواي ده هو كان مثلا الدرجات بتاعتكم، يبقى الاثنين ليهم علاقه ببعض ولا لا؟ اكيد ليها علاقه ببعض، فكل الامتحان يبقى اسهل يبقى معنى كده الدرجات هتبقى اعلى. فدي بنسميها الكورليتد فاريبل. طيب طبعا انتوا بتشوفوا الحاجات دي في الدنيا كتير، يعني في حاجات بتبقى كورليتد وحاجات انكورليتد. طيب انكورليتد اكزامبل عليها زي ايه؟ لو انا جيت مثلا قلت لكم الامتحان النهارده سهل ولا صعب، وانتوا جيتوا قلتوا مثلا انه سهل، هل ده تعرف منه درجه الحراره بتاعت النهارده؟ لا طبعا، ما لهمش اي علاقه ببعض، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. فانت لو جيت ترسمهم مع بعض هتلاقي الكيرفات ايه؟ كومبليت راندوم، اللي هي نقط مالهاش اي علاقه ببعض. فدي كده ايه ريفيجن. يعني هي انتوا انا ما اظنش ان انتوا خدتوا كورليشن وان كورليشن قبل كده، مظبوط ولا خدتوه؟ مظبوط. دي برضو زي ما قلت لكم التفاصيل بتاعه الرياضه هتاخدوها في كورسات الكوميونيكيشن والسيجنال بروسيسنج في الكورسات الجايه. طيب في اي سؤال يا شباب؟ طيب تعالوا نترجم الكلام ده لشويه رياضه ونسقطه على النويز. طيب لو احنا قلنا عندي مثلا نويز مثلا اكس 1 اكس 2 اكس 3 دول نويز سورسز وموجودين في التايم دومين، حبيت اجمع النويز دولت على بعض اعمل ايه؟ لو انا بتكلم تايم دومين هتجمعهم عادي اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3 ما فيهاش مشكله. طيب زي ما احنا قلنا ان احنا لو احنا اتعاملنا مع سيجنال في تايم دومين دي مالهاش قيمه قوي، انا في النهايه عايز احسب الباور بتاعه المجموع. فتعالوا نشوف الكلام ده بيتم ازاي. ده الديفينيشن اللي هو السطر الاولاني دوت، ده الديفينيشن بتاع الباور اللي انت بتنتجريت. وخلينا نفترض هنا ان انت عندك تو سيجنال بس اكس 1 واكس 2، فالمجموع بتاعهم هيبقى عادي اكس 1 بلس اكس 2، وبعد كده عايزين نحسب الباور بتاع الكلام ده كله على بعضه. فالباور الديفينيشن بتاعها اللي انت بتعمل انتجريشن وتربع القيمه دهيت وتقسم على التايم تي او الاوبزرفيشن تايم تي. طيب هتربع الكلام دوت ازاي؟ عادي دي الرياضه اللي انتوا عملتوها من زمان، هتبقى اكس 1 سكوير واكس 2 سكوير وفي ترم في النص اللي هو ايه 2 اكس 1 في اكس 2 وتعمل له الانتجريشن بتاعه. الترم الاولاني ده عباره عن ايه؟ اللي هو اكس 1 سكوير الانتجريشن بتاعه ده عباره عن ايه؟ بالظبط ده الباور اللي جايه لك من السورس الاولاني اللي هو كان جايه لك من اكس 1. طيب وكذلك الامر على اكس 2، لو بصيت على الانتجريشن دوت ده الديفينيشن بتاع الباور اللي جايه لك من اكس 2. في حاجه ثانيه بقى طلعت لنا اكس 1 انتجريشن اكس 1 في اكس 2 ده القيمه بتاعته كام؟ حد يعرف يخمن؟ ليه؟ بالظبط تمام، يبقى انت كده فاهم اللي انت عندك اكس 1 ده راندوم فاريبل واكس 2 ده راندوم فاريبل وملهمش علاقه ببعض. خد بالكم من النقطه دي، هي دي النقطه المهمه ان هما ملهمش اي علاقه ببعض. فانت لو ضربت اللي احنا بنسميهم انكورليتد، فلو احنا ضربنا الترمين دولت في بعض هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا ترم تاني، هيطلع لنا فاريبل تاني برضه كومبليتلي راندوم. فاحنا قلنا ان الانتجريشن بتاع النويز هو صفر، فده كده في الحاله دهيت بس ان الترم ده هيطلع بصفر.
فاحنا هنا هنلاحظ ملحوظه مهمه اللي هي ملخص السلايد ده هيت، ان انت لو انت الفاريبل عندك كانت انكورليتد فانت هتلاقي نفسك اللي انت لو انت عايز تحسب الباور التوتال او الفولت سكوير التوتال هو عباره عن في 1 سكوير وفي زائد في 2 سكوير وهكذا. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان السوبر بوزيشن برنسبل اللي احنا كنا بنستخدمه زمان في الفولت هو هو كمان نفع فيه لو احنا بنجمع الباور. فدي ملحوظه مهمه هنستخدمها في حل المثال بعدين. اتفضل. لا مش لازم لما يكونوا راندوم مضروبين في بعض يكونوا زيرو، ده لازم في كونديشن تاني ان هم انكورليتد. يعني انا هنشوف مثال بعد كده ان انا ضربت راندوم فاريبل اكس 1 في اكس 2 ده في حد ذاته ما يقولش ان هو زيرو. اللي خلاني اقول ان هم زيرو ان هم انكورليتد. فلو انا يعني ايه انكورليتد؟ ان هم الفاريبل دهوت ملوش اي علاقه بالفاريبل دهوت. فانا لو ضربت فاريبل ملوش علاقه بالفاريبل التاني هيطلع لي فاريبل تالت هو كمان راندوم. تمام؟ فاحنا احنا قلنا الافريج بتاع النويز هو صفر، فبالتالي هو طلع في النهايه راندوم فاريبل جديد. هنشوف مثال تاني امتى الكلام ده ما بقاش بصفر. طيب الحاله الثانيه ان احنا بنقول لو التو فاريبل اللي عندي كورليتد. اما اقول لك ان التو فاريبل ان هم كورليتد اول سؤال يجي على دماغك هو ايه؟ نعم؟ بالظبط بالظبط. ايه نوع كورليشن؟ يعني لان الكورليشن دي في حد ذاتها كلمه ناقصه. فاحنا هنا هنفترض افتراض ان اكس 2 بتساوي a في اكس 1. ايه ده؟ مجرد ان هو كونستانت، ده مجرد مثال على نوع من انواع الكورليشن، هو مجرد كونستانت من الفاريبل الاولاني. فاحنا لو مشينا ورا الرياضه دهيت هتلاقي ايه؟ هتلاقي تعالوا نطبق الكلام تاني، هتقول ان الاكس توتال هو عباره عن اكس 1 اللي هي السيجنال الاولانيه زائد الفاريبل الثاني اللي هو عباره عن a في اكس 1. تمام؟ وبعد كده حطه في معادله الباور، فانت هتقول ان هو عباره عن هتقول اكس 1 بلس a اكس 1 اللي هو الفاريبل الثاني تربيع. وتمشي ورا نفس الكلام ده هو. هتقول ايه؟ بس هنا الموضوع اسهل شويه، لان احنا فرضين ان الاي ده عباره عن كونستانت وبوزيتيف كونستانت. فانت هتلاقي ان انت ممكن تاخده كومن فاكتور هيبقى 1 بلس a في اكس 1. و 1 بلس a ده مجرد كونستانت فيطلع بره الانتجريشن عادي، هيبقى 1 بلس a كل سكوير في الانتجريشن ده هو اللي هو اكس 1 تربيع. طيب الانتجريشن اللي جوه ده عباره عن ايه؟ عن بالظبط عن المين سكوير بتاعه او الباور بتاعه السورس الاولاني. فهيبقى 1 بلس a كل سكوير في اكس 1 ار ام اس كل سكوير. تمام؟ ف لو مشينا في المعادلة دهيت هتلاقي ان اللي انت لو جيت تجمع الـ XRMS اللي هي الـ Signal RMS Value هتلاقي انها بتساوي X1 plus X2. ده يفرق ايه عن المعادلة الأولانية؟ احنا المرة دي احنا الكيس بتاعتنا ان هما correlated، ولقينا ان Signal التوتال اترجمت ان هي بقت X1 زائد X2. يبقى هنا ده معناه ان انا هنا مش هينفع اعمل سوبر بوزيشن على الباور، انا هعمل هنا سوبر بوزيشن على الار ام اس فاليو للكوانتيتيز اللي عندي. فلو الملخص بتاع السلايد دي يا شباب ان انا لو عندي الراندوم فاريبل وكان كورليتد يبقى لازم اجمع الكوانتيتيز دهيت في الفولتج كار ام اس فاليو، ما ينفعش اجمعهم كباور. لا ممكن ده ابسط مثال، يعني هو ممكن يكون بالظبط. اتفضل. ايوه اللي هو انكر عايز مثال ايه بالظبط؟ مثال انت مش فاهم ليه طلعت بزيرو؟ مش فاهم ليه طلعت طب كويس ده طيب لو انت عايز تعالوا مثلا نشوف x1 of t مضروبه في x2 of t. تمام؟ هل في اي ريليشن ما بين التو راندوم فاريبل دهوت؟ طب ما انا كنت ممكن اقول لك ان x3 ده راندوم فاريبل ثالث بيساوي x1 of t مضروب في x2 of t. تمام؟ فانا هنا يعني لو انا ضربت تو راندوم فاريبل
والتو راندوم فاريبل دول ما لهمش اي علاقه ببعض، فده انت ممكن تعتبرهم كانهم راندوم فاريبل جديد. معايا ولا مش واضحه؟ ليه هتطلع بزيرو؟ طيب يبقى انت كده عايز ترجع للسلايد اللي قبلها بقى، ان انت لو انت عندك احنا قلنا في الاول خالص ان الديفينيشن بتاع النويز، النويز دي حاجه راندوم، فاحنا قلنا ان انت لو اكس 1 مثلا كانت اي شخابيط بالشكل ده هوت، ده كانت اكس 1 اوف تي. صوت يا شباب، ده كان اكس 1 اوف تي، لو جيت تضربها في اكس 2 اوف تي دي برضو كانت اي حاجه، فانت هتلاقي ايه لو انت جيت تضربهم في بعض. خلونا نضربهم في الاكسس اللي على اليمين، وقلنا ان ده مثلا اكس 3 اوف تي، وده حاصل ضرب التو راندوم فاريبل دولت. فانت لو جيت تضرب نقطه ملهاش علاقه باي حاجه هتطلع لك اي حاجه هي كمان، يعني قيم كومبليتلي راندوم، والقيم اللي هتطلع دهيت ممكن تطلع بوزيتيف وممكن تطلع نيجاتيف. فانت في النهايه هيطلع لك كيرف جديد كومبليتلي راندوم، واحنا قلنا النويز اللي احنا بنتعامل معاها ان الافرج بتاعها بصفر، لان هي اصلا لو كان ليها في الاول خالص، لو احنا كنا قلنا ان النويز كان ليها افرج، الافرج ده كان حاجه ديترمينستك، فده كان اصلا ما كانش هيبقى ليه معنى ان هو يبقى نويز. يعني المثال تاني على الكورليشن، أني واحد؟ السطر الأربع الأخير؟ ما هي الباور. تمام، أنا هنا عملت كذا حاجة، أنا أخدت السكوير دهيت عليهم كلهم، دي حاجة، وبعد كده تعالوا ناخدها على جنب. يعني دي ممكن تقولي إن هي 1 بلس A مضروب في X ار ام اس الكل سكوير. تمام، وبعد كده تعملي ايه؟ هتقولي هتدخلي الكومة دي جوه، فهتقولي ان هتفكيهم تاني، يعني هتبقى اكس ار ام اس زائد اللي هي كانت 1 زائد اي في اكس 1 ار ام اس الكل سكوير. معايا؟ وبعد كده احنا عرفنا في الاول خالص ان A في X1 هو عبارة عن X2. تمام؟ ماشي. لا علي صوتك مش سامع. لا لا ده سؤال حلو، زي ما كنا بيسأل بيقول ان انا مثلا هعمل اديشن ازاي في الحقيقة، مظبوط؟ ده هنتكلم عنه في بقيه المحاضره ان شاء الله. ده مجرد موديل، وازاي بقى النويز بتتجمع فعلا، ده هنتكلم عنه لما نيجي نحل المساله ان شاء الله. لا المره دي احنا حاطين كونديشن، حاطين كونديشن ان هم ليهم ان هم كورليتد. فانت لو انت جيت ده سؤال برضو كويس، هي المشكلة يا شباب في النويز ان احنا بنحتاج كورس اسمه راندوم بروسيس، فالكورس ده هو ده كورس كامل، يعني هتلاقي 12 محاضرة، فاحنا هنا بنحاول نغطي حاجات مبسطة بس اللي احنا هنستخدمها في الكورس. فزميلكم بيقول طب ما انا لو مثلا عندي x1 of t و x2 of t دوت الحالة اللي هي correlated، فانت بتقول ان المفروض الافرج بتاعهم ما يبقاش، المفروض الافرج بتاعهم حسب كلامك ان هو يطلع هو كمان بصفر، مظبوط؟ بس هتلاقي ايه؟ هتلاقي تعال ناخد مثال، هنقول مثلا ادي كونستانت اللي هو a في x1 اوف t، مظبوط؟ ده كده خدناه مثال ان هما x2 بيساوي a في x1، فانت هتلاقي هنا لا، هنا هتلاقي ان هما ده x1 وده x1، فده هيطلع في النهايه ان هو x1 اوف t سكوير، فده مش والكونستانت ده هيطلع لك بره مفيش مشكله. فانت هتلاقي اكنك بتحسب مثلا في المثال ده هو اكنك بتحسب الباور بتاعه الاولاني بس مثلا، يعني فدي مش راندوم فاريبل جديد، لا ده هو نفس الراندوم فاريبل اكنك ضربته في نفسه مثلا يعني. لا طب ما انت كده المفروض كنت تعترض على الديفينيشن بتاع الباور، لان احنا قلنا الباور هي كانت اكس 1 سكوير
وكان ما كانش بيطلع بصفر، لان انت اللي بيحصل لما انت بتحسب، لما انت بتيجي تحسب الباور فانت عندك شويه بوزيتيف وشويه نيجاتيف، مظبوط؟ فلو انت بتحسب الباور شويه نيجاتيف دولت هيقلبوا بوزيتيف، فانت لما تيجي تعمل انتجريشن على الكلام ده هوت مش هيطلع لك بصفر. طيب نرجع تاني يا شباب، في حالة تانية احنا مش هنتكلم عنها. يبقى احنا كده قلنا ايه، لو انت عندك two fully correlated signal هنتعامل معها. نعم مظبوط، ده سؤال كويس، وده هنبقى مش هنشوفه الحقيقة في الامثلة قوي، يعني لان دي يعني ايه، هي ممكن تحصل لو انت مثلا عندك، انت بتقول ازاي يبقى عندك مثلا النويز ويبقى مثلا مربوطين ببعض في كونسنت. ابسط مثال على كده ايه كموديل، برضو احنا لسه هنشوف السيركت بعدين. فانت لو انت هنا عندك مثلا اكس 1 اوف تي، افترض مثلا ان السيركت بتاعتك كان فيها تو باثز، فانت مثلا عندك باث للاوتبوت كان مضروب مثلا في كونسنت اي مثلا، وعندك باث تاني من نفس النويز ده هو مضروبه في كونستانت بي، وبعد كده رجعت تجمعهم تاني عند الاوت. ده السيركت موديل. الامثله بقى كسيركت ازاي هنشوفها في الاسئله ان شاء الله. طيب النوع التاني مش هتكلم عنه قوي، ان احنا طالما قلنا ان الكورليشن ما بين الفاريبلز ممكن يبقى مثلا فولي كورليتد، او ان الكوفيشنت ده كان بوزيتيف، وده واحنا قلنا ان في النهايه بتجمع الفولتج كار ام اس فاليو. في نوع تاني من الكورليشن اسمه انتي كورليشن. يعني ايه انتي كورليشن؟ ان انا حطيت اشاره نيجاتيف، فانا ده كل التغيير يعني. فده دلوقتي الاكس توتال هتبقى اكس 1 ماينس اي، وايه ده في الحاله دي احنا فرضين ان هو بوزيتيف في اكس 1 برضه، ده احنا فرضين بس مجرد اكزامبل. فالتريك ده هي بتقول ايه؟ بتقول ان انا طالما عرفت حاجه اسمها انتي كورليشن، او عرفت ان في حاجه كورليشن، فاقدر اقول ان انا ممكن استغلها اللي انا اقلل النويز بتاعتي. ازاي اعمل الكلام دوت؟ اللي انا احط اشاره نيجاتيف في الباث. وفي المثال ده هوت واضح اللي احنا بنقول مثلا ايه، لو احنا عايزين نكنسل مثلا الاوتبوت من الاوتبوت نويز نتيجه السورس ده هوت، اعمل ايه؟ اقول خلاص ماشي، لو قدرت، لو باي ديزاين لو قدرت اخلي البي ده هي بتساوي A، و اخلي، او لو قدرت اخلي مثلا البي بتساوي نيجاتيف A، يبقى انا كده اقدر اقلل النويز لان مجموعهم عند الاوتبوت هيقل. ده ملخص للثلاث حالات اللي احنا اتكلمنا عليهم. لو السيجنال كانت، ده اللي احنا عايزين نطلع منه بالجزء بتاع الكورليشن والان كورليشن، لو السيجنال كانت ان كورليتد فاحنا هنجمع السيجنال كباور v سكوير 1 زائد v 2 سكوير زائد v 3 سكوير وهكذا. لو قال لك ان السيجنال كانت فولي كورليتد فاحنا هنجمع الفولت ده هو كفولتج كوانتيتيز، اللي انت تقول v 1 زائد v 2 زائد v 3 وهكذا. الكوين بتاعتها كام بقى؟ احنا هنا مثلا ده اكزامبل بيقول لو انت مثلا فرضنا ان v 1 بتساوي v 2 هيبقى لو هما كانوا ان كورليتد فالاوتبوت بتاعك هيساوي في المعادله الاولانيه هيساوي ايه؟ هيساوي 2 في v 1 سكوير. بس لو هما كانوا فولي كورليتد وطبقت المعادله قلت ان هو بيساوي v 1 زائد v 2 وهنا هيطلع ايه؟ لو انت جمعته كفولتج هيطلع 2 v ار ام اس من اي واحده فيهم. فانت لو جيت تحسب الباور بتاعه المجموع هيطلع بيساوي ايه؟ هيطلع 4 v سكوير. يعني معنى كده ان هم لو كانوا فولي كورليتد ممكن القيمه بتاعه النويز اللي طالعه في الاوتبوت خالص تطلع اكبر من ان النويز لو كانوا كومبليتلي ان كورليتد. دي ملحوظه مش حاجه خطيره قوي. ولو هم كانوا انتي كورليتد الكيس اللي احنا ما اتكلمناش عنها بالتفصيل دي كان ممكن تيجي تجمع النويز يطلع اقل من ان هم لو كانوا ايه كومبليتلي ان كورليتد. فانت هنا تفترض ان يعني احنا معظم السيجنال اللي احنا هنتعامل معاها هي كومبليتلي ان كورليتد، بتيجي من مصادر مختلفه وما لهمش اي علاقه ببعض. طيب احد الحاجات التانية عايزين نتكلم عليها نويز باور سبيكترال دنسي. سمعتوا عنه قبل كده؟ طيب النويز باور سبيكترال دنسي ده معناه ايه؟ معناه الديفينيشن بتاعه ايه؟ الديفينيشن بتاعه اللي انا عندي سيجنال في التايم دومين
والسيجنال دي نفترض ان هي النويز بتاعتنا وحاجه راندوم ومفيش مشكله. افترضوا هايبوثيتيكال اكزامبل اللي احنا عديناها على باند باس فلتر. الباند باس فلتر دوت الخصائص بتاعته كالاتي: ان هو سنتر على اف 1 فريكوانسي اف 1 وليه باندويث قيمته 1 هرتز. وبعد كده حط باور ميتر بعد الاوتبوت، يعني انت عايز تحسب الباور اللي طالعه بعد النقطه دهيت. فتحسب الباور اللي طالعه بعد النقطه دهيت ازاي؟ في المعمل هتحط باور ميتر هيقيس لك الباور وخلاص. في الرياضه هتربع السيجنال دهيت وتحسب الباور عادي في التايم دومين او ايا كان او في الفريكونسي دومين زي ما تحب. فالديفينيشن بتاع باور سبيكترال دنسي بيقول لك القيمه اللي طالعه من هنا هي الباور عند فريكونسي واحده، فدي هتناظر نقطه واحده في الكيرف دوت. هتيجي عند اف 1 وتشوف قيمه الباور اللي طالعه هنا ايه ويبقى وتحطها كنقطه، وبعد كده تشفت السنتر فريكونسي بتاع الفلتر دهوت تخليه مثلا عند اف 2 مثلا، وبعد كده تحسب الباور اللي طالعه لك من الباند باس فلتر دهوت اللي باندويث 1 هرتز وتشوف قيمته كام، ودي تكافئ النقطه الثانيه. فهتقعد تمشي كده، هتقعد تحسب الباور في فريكونسي فريكونسي اف 1 اف 2 اف 3 وهكذا، وكل نقطه الباندويث بتاعها 1 هرتز. هتكمل في الاخر كيرف ده بنسميه الباور سبيكترال دنسي. باور سبيكترال دنسي ليه؟ باور لان احنا بنحسب باور او كوانتيتي سكوير. سبيكترال دايما اي حاجه مرسومه فيرسس فريكونسي دي بنسميها سبيكترال. ودنسيتي لان احنا فرضين ان الباند باس فلتر دهوت الباندوس بتاعه 1 هرتز، فعشان كده بنقول ان هو دنسيتي. يعني اليونت بتاع الكيرف ده هتبقى عباره عن ايه؟ حد يتوقع كده هتبقى اليونت بتاعته هتبقى ايه؟ تطلعي؟ وات؟ مظبوط. المفروض كانت اليونت تطلع وات مثلا بير هرتز، بس احنا يعني مجازا ممكن احيانا بتشوفها في حتت كتيره تلاقي الكيرف دهوت اللي هو في سكوير فولت سكوير. الفي سكوير زي تاني هو مش باور، بس احنا مفترضين ان انت لو انت عايز تحوله لباور تقسم على مثلا تقسم على الريزيستنس ويتحوله لباور. فانت هنا هتلاقي في بعض الديفينيشنز اللي احنا هنمشي بيها ان هو اليونتس بتاعته في سكوير بير هرتز كفولت سكوير او كرنت سكوير. ولو عايز تحوله لباور يبقى عندك الريزيستنس تحولها عادي مفيش مشكله. الباور سبيكترال دنسي دوت القيمه بتاعته ديترمينستك ولا راندوم؟ ديترمينستك؟ مظبوط، هي فعلا هتطلع ديترمينستك. ليه؟ دي خاصية من خصائص النويز هتعرفوها في المستقبل، ان النويز اللي احنا بنتعامل معاها اغلبها اسمه ستيشنري. مش هخش في التفاصيل يعني ايه ستيشنري، بس دي معناها ان انا لو جيت احسب الباور سبيكترال دنس لو جيت احسب الباور بتاعت النويز هتطلع حاجه ديترمينستك، بالرغم ان النويز لو بصيت عليها في التايم كانت حاجه راندوم، بس الباور بتاعتها حاجه معروفه ديترمينستك. واضح يا شباب؟ برضو نوع تاني يعني دي برضو ماثيماتيكال تول تريك هنستخدمها في حل المسائل، ان احنا لو احنا السيجنال الاولانيه دهيت كان عندي سيجنال في التايم اسمها اكس انبوت اوف تايم اوف تي اللي هو الكيرف الاولاني دهوت، وانتوا واخدين كورس سيجنال بروسيسنج وعارفين ان انتوا ممكن اي سيجنال في الدنيا ممكن تحولوها ل تبصوا لها في الفريكونسي دومين. فلو فرضنا مثلا ان السيجنال دي كانت سيجنال صوت وليها الباور سبيكتر وليها فعلا الباور سبيكتر دنسي دهوت ليها باندلس لغايه 20 كيلو هرتز، دي السيجنال بتاعت الصوت بتاعتها. جيت انت في التليفون قال لك لا مش هديك باندلس 20 كيلو هرتز، هديك باندلس عشان يوفروا وعملوها 4 كيلو هرتز بس. فاحنا دلوقتي اللي احنا بنتعامل معاه ايه؟ اللي احنا عندنا باور سبيكتر دنسي بتاع سيجنال وعندنا ترانسفير فانكشن بتاعت السيستم. في الحاله دهيت مثلا دي جايه من تليفون مثلا، الاوتبوت في النهايه هيساوي ايه؟ هيبقى ايه؟ مظبوط، هي زميلتكم بتقول ان هي نفس الباندوز، بس لو احنا عايزين يعني هي جابتها بالسنس يعني اللي هو زي قالت ايه ما هو اكيد هيطلع الباندوز الصغير، بس لو عايزين نبص لها كموديل رياضي هو ده الموديل بتاعها. اللي انت لو عايز تحسب باور سبيكترال، لو انت عندك باور سبيكترال دنسيتي لسيجنال اسمه اس اكس اوف اف اللي هي سيجنال دهيت،
وعندك ترانسفير فانكشن لسيستم معين، فلو عايز تحسب الباور سبيكترال دنسيتي التوتال بعد ما يخرج من السيستم عندك هيساوي المضروب بتاعه. بس بما ان احنا بنستخدم بنتعامل مع باور، فاحنا هنقول ان الترانسفير فانكشن تربيع. ترانسفير فانكشن انتوا غالبا بتتعاملوا معاها كان مثلا ايه فولت على فولت مثلا، فاحنا في الحاله دهيت بما ان احنا بنتعامل مع باور فهنقول اتش اوف اف سكوير. واضح يا شباب؟ دي التريك دي. انا سؤال ولا لا؟ القانون ده ملوش اثبات، اثباته في كورس السيجنال او كورس الراندوم بروسيس سنه ثالثه الترم الثاني حاجه زي كده. فاحنا هنا احنا كل في المحاضره دهيت هنستخدمه، ده ملوش اثبات. لو انت عندك باور سبيكترال دنسيتي سيجنال تضربيها في ترانسفير فانكشن للسيستم ويطلع لك الترانسفير فانكشن او يعني الباور سبيكترال دنسيتي الاوتبوت. ده الفاليو بتاعتها. يعني هنا تعال نشوف مثال تاني. انت هنا مثلا عندك اس اكس اوف اف، دي حاجه مثلا دي الباور سبيكترال. سوري يا شباب، الباور سبيكترال دنسيتي بتاعتها كانت حاجه كونستنت، تمام؟ وعندك الترانسفير فانكشن بتاعه السيستم اتش اوف اف، ده الماجنتيود بتاعها سكوير، كان حاجه بالشكل ده هو. طيب الاوتبوت بتاع الباور سبيكترال دنسيتي اللي طالع في النهايه هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى الاثنين دول مضروبين في بعض، فانت هتلاقي هتضربيهم جرافيكال، يعني هتضربيهم كفانكشن مفيش مشكله، يعني ده في ده هيطلع حاجه بما انها كانت كونستنت مضروب في الشكل الغريب ده هو، هيطلع الشكل الغريب ده هو كمان. مظبوط. ده ليه بنجيب الباور عند فريكونسي 1 2 3؟ السلايد اللي قبلها ده كان حاجه بس زي موتيفيشن، الديفينيشن جاي منين؟ يعني ايه؟ يعني هنا انا في الديفينيشن ده هو كنت بقول لك الكيرف دوت ده جاي منين؟ فانا بقول لك اكنك اكسبيرمنتال يعني ثوت بروسيس في دماغك، انا عايز اجنريت الباور سبيكترال دنسيتي وعندي سيجنال في المعمل في التايم، هطلع الكيرف ده ازاي؟ فانا هحسب الباور عن اف 1 او احطها نقطه، واحسب الباور عن اف 2 واحطها نقطه وهكذا. خد بالك الفلتر ده بيتغير، يعني انت مثلا الفلتر ده كان عند اف 1 وجاب لك قيمه نقطه واحده بس في الكيرف، لو انت عايز تجيب عند اف 2 لازم تشفت الفلتر تحطه عند اف 2. يعني تخيل تخيل ان الفلتر ده هو ليه الباندوس والباندوس ده بيحصل له سلايد، يعني بيتشفت عشان كانك بتعمل سكان على الكيرف كله بحيث ان انت تجيب كل النقط في الباور سبيكترال دنسيتي دهيت. واضحه ولا؟ بالظبط. ما انت هتحسب الباور عند فريكونسي واحده، فانت الفلتر بتاعك شال كل الباور اللي في الحته الثانيه، ودي كانت ايكوال. طب شباب في نقطه حلوه، الباشمهندس هنا قال الفلتر ده هوت هيطلع لي نقطه واحده، ولو شفته هيطلع لي الباور عند نقطه ثانيه وهكذا. طب لو انا عايز احسب التوتال باور اعمل ايه؟ هتعمل انتجريشن. الجمع ده لو كان ديسكريت هنا هتعمل انتجريشن، فانت هنا فعلا في النهايه لو انت عايز تحسب التوتال باور هتعمل انتجريشن الباور سبيكترال دنسيتي دي كلها دي اف، يبقى انت كده هتجمع الباور اللي في السيجنال كلها عند اف 1 واف 2 وهكذا. ولو انتوا برضو سمعتوا حاجه اسمها بارسيفال ثيري، ان انت دي اظن انت سمعت عنها في الكورس بتاع السيجنال، لان انت ممكن تحسب الباور اما في التايم دومين او في الفريكونسي دومين. فلو انت عايز تحسبها في الفريكونسي دومين هتعمل انتجريشن في الفريكونسي دومين، الكيرف ده هتعمله انتجريشن. ولو انت عايز تحسبها في التايم دومين هتعمل انتجريشن عادي اللي احنا اتكلمنا عنه في اول المحاضره، عادي في التايم دومين. طيب احنا كده ماشيين كويس الحقيقه، عايزين نجاوب على احنا كده راجعنا شويه رياضه ازاي نتعامل مع النويز كانها راندوم بروسيس والنسيسري ماث فور ات. طيب عايزين نعرف ايه مصادر النويز في السيركت اللي قدامنا. احنا عندنا ايه؟ عندنا مثلا اتعاملتوا مع ترانزستور كاباستور ريزستور دايس بالشكل دوت، فاحنا عايزين نعرف ايه مصادر النويز ده. اول مصدر من مصادر النويز بيسموها الثيرمال نويز. الثيرمال نويز دي جايه نتيجه الراندوم موشن للالكترونز. لو انت الكرنت عباره عن ايه؟ الكرنت عباره عن الكترونز بتمشي، بس الالكترونز دهيت مش بتمشي بحركه فيري ديترمينستيك والالكترون تعرف تتابعه وكل حاجه، لا. العمليه الموفمنت بتاعت الالكترونز دهيت فيها نوع من الراندمنس،
والثيرمال نويز اللي احنا بنتكلم عليها دهيت لو انت عندك متعلقه باي ريزيستيف كومبوننت. فانت لو عندك اي ريزيستيف كومبوننت هيبقى فيها حاجه اسمها ثيرمال نويز. من خصائص الثيرمال نويز دهيت ان هي ملهاش علاقه بالدي سي كارنت. شباب انا لقيت الناس بتنام، فلو حد عنده سؤال يسالني. يعني عارف الدنيا صيام والجو الجو مش وحش قوي، بس لو في اي سؤال اسالوني يا جدعان، عشان ايه؟ عشان حتى تمنعوا نفسكم انتوا تناموا يعني. طيب فاحنا بنقول ان الثيرمال نويز دهيت ملهاش علاقه بالدي سي كارنت. يعني انت لو عندك ريزيستنس ماسكها في اللاب ومش ماشي فيها كارنت، هتلاقي ان فيها ثيرمال نويز برضه. في كل نوع من انواع النويز عايزين نعرف كذا حاجه، كذا معلومه. عايزين نعرف النويز دي مصدرها ايه، دي معلومه، وعايزين نعرف الموديل بتاعها ايه في السيركت، وازاي نحل مسائل جيفن النويز دهيت. فهم لقوا ان الباور سبيكترال دنسيتي بتاعه الثيرمال نويز بتساوي 4 KTR. الكي ده هوت ده البولتزمان كونستانت، جارد كونستانت، والتي ده هي دي الابسولوت تمبريتشر ان كلفن، اللي هي لو انت عايز تحولها سيليزيوس لكلفن هتجمع كام؟ مظبوط. وبتعتمد برضو على كوميتر ريزيستنس. الباور سبيكترال دنسيتي دهيت احنا قلنا ان دي بتاعه الباور سبيكترال دنسيتي بتاعه الثيرمال نويز. دي لو جينا نرسمها في الفريكونسي دومين هتطلع عباره عن ايه؟ حاجه ثابته. ليه؟ لانها ما بتعتمدش على الفريكونسي، هي 4 كي تي ار، مفيش اي حاجه فيها بتعتمد على الفريكونسي. فهي فعلا لو جيت ترسم الباور سبيكترال دنسيتي هتلاقي 4 كي تي ار ده مجرد كونستانت. الموديل بتاعها في السيركت عباره عن ايه؟ لو انت عندك ريزيستنس، اي ريزيستنس في الدنيا هيبقى معاها نويز، بس لازم تكون فيزيكال ريزيستنس. ركزوا يا شباب في الجمله دي كويس، لازم تكون ايه؟ فيزيكال ريزيستنس. هيبقى معاها ثيرمال نويز. الثيرمال نويز ده تقدر تعمل له موديل بفولتج سورس. هو هنا يعني احنا ممكن تموديله بفولتج سورس او يعني في او في سكوير. احنا في لما نيجي نتعامل في الحل نفسه هنعرف هي مثلا هتتعامل معاها اما ان هي في او في سكوير. بس اللي هو الديفينيشن اللي هو الباور سبيكترال دنسيتي هو كان معمول على الفي سكوير بيساوي 4 كي تي ار، ودي كانت ايه؟ المي سكوير فاليو بتاعه النويز المصاحبه للريزيستنس دهيت. فيبقى انت كده عندك النويز دهيت هتعتبرها ان هي نويزلس اكنها ما فيهاش نويز، وتحط معاها الفولتج سورس دهوت. بتوع الرياضه انت ممكن تحول من ثيفينين لنورتون، مظبوط. لا مش كل ريزيستنس فيزيكال. ليه؟ لان انت مثلا لو تفتكر في الترانزستور مثلا مش خدت حاجه اسمها ارنولد؟ ارنولد دي ما كانش فيزيكال، دي كان مجرد ان هي موديل. فدي هتلاقي ان هي ملهاش نويز، ملهاش نويز زي الثيرمال نويز. فده كنت اللي انا اقصده ان هي فيزيكال ريزيستنس اللي انت عندك مثلا كوندكتيفيتي وبتاع، او اللي انت مثلا قلت لا ده مثلا موديل رياضي ان هو طلع ان هو ريزيستنس زي الارنولد، بس مش فيزيكال ريزيستنس اللي هي زي الريزيستنس الحقيقيه اللي احنا بنتعامل معاها. التريك اللي هي من ثيفينين لنورتون دي تريك بتبقى تقدر تستخدمها لو انت حسب المساله. فانا مثلا قلت لكم دلوقتي ان انا اقدر اموديل النويز بتاعه الريزيستنس ان هي كانها فولتج سورس. طيب خلينا نقول كذا تعليق. الفولتج سورس اللي انا حاطه ده البولاريتي بتاعته عامله ازاي؟ مش معروف. ده صحيح. فانت ممكن مثلا تقول ادي بلس وماينس او العكس. بس خدوا بالكم من حاجه، لو انت مثلا في مساله قلت انا هفترض بولاريتي معينه لازم تكمل بيها كل المساله. يعني ما ينفعش انت مثلا تبقى فرض بولاريتي معينه في الاول وبعد كده في نص المساله تغيرها. لا، هي صحيح راندوم، بس انت طالما فرضت اتجاه معين يبقى لازم تكمل بيه ايه طول المساله. لا 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 لا، البولاريتي احنا بنتكلم عن حاجه اسمها نويز. النويز دي راندوم، فالبولاريتي بتاعتها هتبقى بتتغير، فهي ملهاش بولاريتي. هي ممكن بلس ماينس وفجاه تبقى ماينس بلس، ملهاش اي علاقه بالسيجنال. طيب
فده مثلا ده احنا قلنا ادي الريزيستنس ومعاها فولتج سورس بالقيمه دهيات. القيمه دهيات اللي انت قلت في سكوير بيساوي 4 كي تي ار في دلتا اف. ضربت هنا في دلتا اف ليه؟ عشان عارف ان الباور سبيكترال دنسي دوت كان دنسي كان بير هرتز، فاليونت بتاعته كان في سكوير بير هرتز. فلو انا حبيت ان انا اجيب بقى الفولت كفولت هضرب تاني في الدلتا اف. نعم الفريكونسي بزيرو مش سامع. لا الديفينيشن اللي احنا قلناه في الاول ان دلتا اف ده كان 1 هرتز، فاحنا لما احنا عرفنا الباور سبيكترال دنسيتي قلنا اللي احنا عندنا باند باس فلتر وليه ليه اللي هو ايه ليه باندس 1 هرتز. طيب شباب قيمه الفولت دهيت احنا قلنا ان هي دلتا اف، ودلتا اف دي بالديفينيشن اللي احنا كنا لسه قايلينه ان هي كانت 1 هرتز. طب انا لو عايز احسب الباور في السبيكترم كله اعمل ايه؟ هتعمل انتجريشن. ده اللي احنا قلناه ان انت لو انت عندك باور سبيكتر دنسيتي بالشكل ده هو، لو انت عايز تحسب الباور عند كل فريكونسي فانت هتبص عند الباور عند كل فريكونسي خلاص. لو انت عايز تحسب الباور في باندس معين يبقى هتعمل انتجريشن على الباندس ده هو. فانت هنا مثلا لو ده الباور سبيكتر دنسيتي وقلنا ان هو فلات ومفروض تقدر وده الديفينيشن الرياضي بتاعنا قلنا ايه في دلتا اف، بس ده مش هيحسب لك الباور في مش ده مش هيحسب لك التوتال باور، ده هيحسب لك الباور لو انت مثلا ايه بيسموها سبوت نويز اللي انت مثلا هتقف عند النقطه ديت هتجيب القيمه كام ويبقى تقدر ترسم منها الباور. لو عايز تجيب التوتال باور هتعمل انتجريشن. فانت لو انت مثلا عندك الباندلز 1 ميجا هرتز هتقول دلتا اف دهيت بيساوي كام؟ 1 ميجا هرتز، 1 جيجا هرتز يبقى الباندلز 1 جيجا هرتز. نرجع تاني للموديل ان احنا بنقول ان اللي انا اقدر اموديل النويز بتاعه الريزيستنس على ان اساس ان هي فولتج سورس. بس لو لقيت في المساله بتاعتي حاجات كلها ان بارل فانا ممكن اعمل لها موديل بطريقه ثانيه اللي هو نورتون ايكويفالنت. تعرفوا تحوله من ثيفنين لنورتون تمام. تحول ازاي؟ الريزيستنس هي الريزيستنس ار وهتحط هنا كارنت سورس و القيمه بتاعته هتساوي ايه بالظبط؟ هتساوي في على ار. ولو انت عايز تحسب الاي سكوير هتبقى بتساوي دي الار اللي هي الكابيتال ودي في ار ام اس بتاعتها. لو انت حبيت تحسب المين سكوير فاليو بتاعه الكرنت سورس ده هوت مجرد ان انت ايه اللي انت هتربع الكوانتيز دهيت، فهتقول اي سكوير اللي هي المين سكوير فاليو هتساوي الفي ار ام اس سكوير على ار سكوير، والفي ار ام اس سكوير اللي احنا لسه قايلين ان هي بتساوي ايه 4 كي تي ار، فانت هتقسمها على ار سكوير هتطلع لك 4 كي تي على ار. دي خليها في دماغكم لو انتوا مثلا في مساله لقيت ان انت اسهل تتعامل موديل ان هي ان شانت بدل ان هما ان سيريس فبراحتك. طيب في هنا سؤال الى حد ما فلسفي. انت احنا قلنا ان دي الباور سبيكترال دنسيتي وقلنا ان هي حاجه فلات مظبوط. طيب الباور لو انا جيت احسب التوتال باور لحاجه زي كده هتطلع بكام بالظبط؟ هتطلع انفينيت. ليه؟ لان انت هتضرب في باندوس اللي هو انفينيت وهتطلع لك الباور ان هي انفينيت. طب ده كلام منطقي. طب ايه هنا الحاجه اللي ناقصه؟ ريزيستنس ماذا بالظبط؟ هو انت هنا قلتها اجابه بطريقه امبليسيت بطريقه ضمنيه ان انت طبقت المعادله اللي احنا كنا لسه قايلينها ان انت لو انت عايز تحسب الباور سبيكترال دنسيتي بتاع الاوتبوت هو كان بيساوي الباور سبيكترال دنسيتي بتاع الانبوت مضروب في ترانسفير فانكشن بتاعه السيستم سكوير. فانت فعلا لو انت بصيت على لو جيت تحسب الباور بتاعه الثيرمال نويز بس هتطلع انفينيت، بس في الحقيقه هتلاقي ان السيستم عندك ليه باندلز والباندلز ده هو اللي بيليمت النويز ان هي ما تبقاش انفينيت. عايز تعمله بايه؟ يعني هل مثلا
نعم؟ بالظبط، ما هو احنا قلنا كده فعلا. يعني احنا قلنا ان هم لقوا ان احنا ممكن نموديل، ما اصل خد بالك ان انا قلت لكم في الاول خالص ان الار ام اس فاليو دي كانها باور، يعني انت ربعتها لو انت جبت التربيع بتاعها فانت اليونت بتاعته هتبقى في سكوير شبيهه للباور يعني. فهم لقوا ان انت ممكن فعلا تموديل النويز دهيت كانها فولتج سورس او كارنت سورس. ده مجرد موديلنج تريك يعني، ما لهاش تفسير علمي قوي. نوع تاني من انواع النويز بيسموه الشوت نويز. الشوت نويز ده عباره عن ايه؟ فاكرين يا شباب اللي انتوا اتعاملتوا مع الدايت قبل كده، الموديل بتاع الدايت كان عباره عن ايه؟ كان تمام. فلو انت بتتعامل مع ريزيست مع دايت عادي وما سمعتش محاضره النويز فهتعمل له موديلنج ان هو كانه ريزيستنس بس. بس لقوا حاجه في النويز، لقوا ان هو اي بي ان جانكشن، لقوا معاها نويز ثانيه اسمها شوت نويز. الشوت نويز دهيت احنا قلنا كل نويز سورس عايزين نعرف كذا حاجه، صوره مبسطه هو جاي منين وازاي نعمل له موديل في الاخر. فهم لقوا لو انت عندك الدايت دهوت وبعدين جيت تحط سنسيتيف اوسيلوسكوب وتقيس الكارنت اللي طالع منه، انت متوقع ان هو يطلع ايه؟ هيطلع كونستانت. لو انت ما حضرتش محاضره النويز كنت هتقول ان هو يطلع كونستانت، يعني هو دي سي وخلاص. بس هم لقوا ان انت عندك في تغييرات طفيفه جدا. ده لو انت حطيته على، لو انت جبت سنسيف اوسيلوسكوب وبصيت على الكارنت هتلاقي فيه تغييرات بسيطه جدا. فبتوع الموديلنج قال لك خلاص هنعمل كوانتيفاي للنويز دهيت، وبعدين وصلوا لنا للاكسبريشن دهوت. معرفش الاضاءه واضحه ولا لا، بس هو الاي سكوير قدروا ان هم يعملوا موديلنج للشوت نويز دهيت عن طريق كارنت سورس، الباور سبيكترال دينسي بتاعته قيمتها 2 كيو في الاي. فانتوا احنا طبعا النويز احنا ما بنتكلمش عنها بالتفصيل، يعني انت مش هتعرف السبب الحقيقي جاي منين. بس الصوره المبسطه اللي انا عايز اوصلها لكم اللي انت لو انت عندك بي ان جانكشن، لو انتوا تفتكروا الكورس بتاع سنه اولى انت كان عندك بارير مظبوط، وكان في الكترونز بتعدي البارير دهوت مظبوط. الحركه دهيت ما كانتش بتتم بشكل فيري ديترمينستك، فالالكترونز كان بيحصل لها مثلا بتعدي البارير ويحصل لها ديفيوشن في الناحيه الثانيه. فالعمليه دهيت فيها نوع من الراندمنس، ولقوا ان توصيفها هو عباره عن شوت نويز. فانت لو انت عندك بي ان جانكشن ولازم يكون ماشي فيها كارنت، لان انت هتلاقي ان القيمه بتاعتها بتساوي 2 كيو في الاي. الكيو دي اللي هي التشارج 1.6 تايمز اللي هي 10 باور نيجاتيف 19 مضروبه في الدي سي كارنت اللي ماشي في الدايت دهوت. فده بشكل مختصر هي جايه منين. الموديل بتاعها احنا قلنا ان هو 2 كيو في الاي. طيب النويز دهيت تعتمد على الفريكونسي ولا لا؟ لو جيت ترسمها فيرسس فريكونسي 2 كيو في الاي هتطلع فلات ولا هيطلع فيها تغيير؟ فلات، المفروض تطلع فلات. بس انتوا هنا في الكيرف شايفينها ان هي قلت، يعني هي كانت بتقل. فليه بقى ده بيحصل؟ ابروكسيميشن. هم لقوا ان هو الكيرف بيحصل له رول اوف او ان هو بيقل بروبورشن لحاجه اسمها ترانزيانت تايم. فالترانزنت تايم دوت عادة في المسائل اللي احنا هنتعامل معاها ان هو بيبقى صغير، فانت هتلاقي ان اللي هو واحد على تي دهوت بيبقى كميه كبيره جدا، يعني في الرينج بتاع الجيجا هرتز. فده مجرد ابروكسيميشن ان هو هتبقى فلات. فيعني انت بمعنى اخر ان الشوت نويز شبيه الموديل بتاعها كان شبيه للثيرمال نويز، لان هو كان فلات في الجزء اللي احنا بنتعامل فيه اللي هو 2 كيو في الاي، فهو يبقى فلات في الجزء الاولاني. بس لو عليت بالفريكونسي ممكن بقى يقل وتحتاج ساعتها موديل معقد. اي سؤال يا شباب؟ وتكملة للموديل احنا قلنا ان الدايد لوحده كنت تقدر تعمل له موديلنج بريزيستنس، بس نتيجة ان هو معاه نويز فاحنا هم قدروا ان هم يعملوا له برزنتيشن بكرنت سورس، والكرنت سورس ده هو المين سكوير فاليو بيساوي 2 كيو في الاي. شباب انا عايز بس الفت نظركم لحاجه ان الاي ده هو دي سي كرنت تمام،
فده ما يلخبطكوش، لان احنا جميع تعاملاتنا مع النويز هي عباره عن سمول سيجنال، يعني الاي ده هي سمول سيجنال بس هو بيعتمد قيمته على لارج سيجنال كوانتيتي اللي هي دي سي كارنت، فده ما فيش مشكله يعني، ده ما يلخبطكوش في حاجه. زي بالظبط الجي ام، الجي ام في الهير ترانزستور دي كانت انت استخدمتها ان انت بتعمل ريبريزنتيشن دي سمول سيجنال، بس انت لو جيت تحسب القيمه بتاعتها بتعتمد على الدي سي كارنت، فده ما يلخبطكوش في حاجه. انت ممكن تحطيه اي حاجه، يعني انت مثلا لو عايزه تحطيه دي مجرد ريبريزنتيشن، فانا مثلا ممكن احط في مثلا، تمام، وممكن في اماكن ثانيه اعملها في سكوير مثلا. هتفرق في ايه؟ هتفرق هتستخدميه ازاي في المساله. فانت مثلا لو قلتي عايزه مثلا تحسبي الاوت نويز، هتقولي مثلا ان هي بتساوي اي في ار. لو انت مثلا قلتي واي دي مثلا ان هي مثلا كان بتساوي ايه، اي نويز دهيت مثلا، دي اللي هي سمول سيجنال. خلونا نمسح بس الحته دهيت. فانا مثلا هنا عندي نفس الكلام يا شباب، هنا البولاريتي بتاعه الكرنت سورس دهيت ما تفرقش معايا حاجه، عايز احطها بلس ماينس يعني في اتجاه دايركشن فوق او دايركشن تحت ما يفرقش معايا، بس وانس اللي انت تحطيها في نفس الاتجاه. طيب لو انا جيت مثلا اقول لكم احسبوا لي الاوتبوت فولتج هنا، في اوت هنا بكام، وعايز احسبه كمين سكوير فاليو، اعمل ايه؟ هقول انا عندي هنا الكرنت وماشي في ريزيستنس، فالفي اوت هيساوي الكرنت اللي هوت في الريزيستنس. هل انا عندي قيمه ل فدي ستيب الاولانيه، انا عايز احسب الفي سكوير اللي هي المين سكوير فاليو، فهقول خلاص هيبقى الفي سكوير بيساوي اي نويز سكوير مضروب في ايه؟ في ار سكوير. فانت في النهايه مش هتفرق استخدامي كرنت او فولتج، بس هتفرق في الاخر خالص وانت بتعوضي. فانا هنا مثلا وانا بعوض الاي ان سكوير هيطلع بيساوي 2 كيو في الاي، فهو ده كل الفرق. لو عايزه تقولي مثلا ان هي لو هتعوضي في المعادله ده هي هتساوي ايه؟ هتساوي جذر 2 كيو في الاي. فدي حاجه يعني ايه ما تلخبطكوش، اللي انت الموديل اللي احنا بنحطه ممكن ساعات نكتبها كرنت او فولتج او كرنت سكوير او فولتج سكوير، بس في النهايه هتفرق في اللحظه اللي انت هتعوضي فيها، هتعوضي بفولت سكوير ولا بفولت مثلا يعني. نوع تاني من انواع النويز بيسموها فليكر نويز. يبقى احنا كده اتكلمنا عن حاجتين. احيانا يا شباب يعني وفضل قد ايه؟ فضل قد ايه في المحاضره؟ 5 دقايق. طيب النوع ده من النويز اسمه فليكر نويز. يبقى احنا كده اتكلمنا لغايه دلوقتي عن حاجتين، الثيرمال نويز وقلنا ان هي وايت وفلات في الفريكونسي، واتكلمنا عن حاجه اسمها الشوت نويز، وقلنا الشوت نويز دي هي عاده بتبقى في الدايودز. النوع اللي بعد كده اسمه فليكر نويز. لو جينا نراجع شويه في الديفايسز بتاعه الترانزستور، لو احنا بنتكلم مثلا على موسفيت، هتلاقي الجزء اللي هو اللي احنا في النص دهوت اكننا بنبص على الجيت. فاكرين يا شباب الموسفيت كان الاستراكشر بتاعه عامل ازاي؟ كان ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور، مظبوط؟ ده الجيت يعني. فلو جيت تبص بدقه هتلاقي الجزء اللي تحتاني هو السيليكون، وكل سيليكون اتوم حواليها 4 مثلا، لغايه لما توصل للسيرفس. السيرفس هتلاقي اتوم مثلا ما وراهاش، ما فيش فوقيها، ما فيهاش سيمتري، هتلاقي ان في انرجي ليفل ناقص، او هتلاقي في اكسترا انرجي ليفل في الاتومز اللي هي قرب السيرفس. دي هتعمل لها مشاكل ايه بقى؟ دي بتعمل لنا مشاكل ان انت لو انت عندك الكترون بيعدي من هنا، المفروض مثلا هنا السورس وهنا الدرين، فانت الطبيعي ان انت عندك الكرنت بيمشي من الدرين للسورس. طيب الالكترون اللي ماشي من الدرين للسورس لو لقى حاجه زي جاب بيسموها تراب، زي بتكون مثلا عندك في انرجي ليفل ناقص، او الاتومز اللي فوق دهيت بيبقى ليها اكسترا انرجي بالنسبه لبقيه الاتومز اللي في الكريستال، فده هيعمل ايه؟ ده هيعمل ان هو ممكن
هي اتراكت الكترون راندوم، وبعد كده يعمل له ريليس تاني. يعني الترابس اللي فوق ده هيت نتيجه ان السيرفيس مش يونيفورم عند الانترفيس ده، ممكن الالكترونز وهي ماشيه يحصل لها تراب في المصيده دهيت. يعني دول بيسموها دانجلينج بونز، ان هي دانجلينج يعني ايه؟ دانجل هي معلقه، روابط معلقه، ان هي الالكترونز ماشيه ممكن تسحب الالكترون وبعد كده تطلعه لك تاني. النقطه بقى ايه؟ لو جينا بصينا على الموديل الرياضي بتاعها هنلاقي كذا حاجه. هنلاقي ان هي بروبورشن لواحد على اف، فده اول ظهور للفريكونس. هتلاقي الباور سبيكترال دينسي بتاعتها لو احنا جينا نرسمها هيطلع ايه؟ هتطلع بيقل، لان هي بتتناسب مع واحد على اف. فاكرين يا شباب الرسم بتاعت واحد على اف ده خط مائل اهي. والنويز ده هي بنهتم بيها في اللو فريكونسي، يعني العمليه بتاعه ان الالكترون يبقى ماشي وبعد كده يحصل له ان هو يقع في التراب وبعد كده يحصل له ريليس تاني راندوم، دي بتتم او بتبقى مور سيجنيفيكانت عند اللو فريكونسي. فانت هتلاقي لو السيستم عندك فيري لو فريكونسي، لو انت مهتم، لو الابلكيشن بتاعتك كان فيري لو فريكونسي، هتلاقي ان النويز كونتريبيوشن بتاعها عالي جدا. في هنا تريك بس دي يعني مش مهم دلوقتي، ان هو ازاي هل هتوصل فعلا للانفينيت ولا لا، دي فكروا فيها. الحاجه الثانيه برضو ان انت عندك هنا لو بصينا للموديل الرياضي بتاعها هتلاقي ان هي بروبورشنال ل دبليو ال، دي يعني تناسب عكسيا مع الاريا بتاعت الترانزستور. الفليكر نويز دي انا عايز ازودها ولا اقللها؟ اكيد هقللها. يبقى انا اعمل ايه في الاريا بتاعت الترانزستور؟ الدبليو ال دول اعمل فيهم ايه؟ اكبرهم. هل في مشاكل لو انا كبرتهم؟ اول مشكله ان المحاضره خلصت. تاني حاجه ان انت هتلاقي ان الترانزستور بقى ليه بارازيتك، فانت دايما في الالكترونز بيبقى في تريد اوف، ان انت مثلا تكسب حاجه وتخسر حاجه تانية. طيب انا مش هقول حاجه جديده، انا بس عايز اقول اوتلاين، ده مجرد سامري للنويز اللي احنا اتكلمنا عليها، هي ثيرمال او شوت نويز او فليكر او البيرست نويز. البيرست نويز دي احنا مش هنتكلم عنها قوي، هي شبيهه للفليكر بس هي برده جايه نتيجه اللي هو ايه؟ الميتال اين كونتامينيشن. لو انت عندك مثلا كونتامينيشن في السيستم فهتلاقي ان هو برده ممكن يبقى جاي معاه نويز وبرده بروبورشنال ل 1 على اف. افالانش نويز دهيت مش هنتكلم عنها قوي، دي بتبقى مصاحبه للزينر دايت ودي اوت اوف سكوب. طيب هو انا كنت عايز اكفر اكتر من حاجه بس نتيجه الوقت المحاضره الجايه ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنتكلم هنراجع تاني النويز موديل في كل الكترونيك كومبوننت، الريزيستنس او مثلا كاباستنس اندكتور، وبعد كده عايزين نشوف لو انت عندك ترانزستور ازاي تعمل له موديلنج للنويز سورسز الموجوده، دي حاجه. عندك برضو دايت عايزين نشوف ده احنا اتكلمنا عنه، وبرضو لو انت عندك باي بولر مثلا ترانزستور ازاي تعمل موديلنج للنويز سورس اللي فيه. وبعد كده هنتكلم عن حسابات النويز سورس بقى، ايه اللي هنقدر نحسبه في المساله، و اللي هو مثلا انا اقدر اقول لك مثلا احسب لي الاوتبوت نويز في المساله دهيت او الانبوت ريفيرد نويز في المساله دهيت. هنشوف الكلام ده هوت في المحاضره الجايه ان شاء الله. اي سؤال يا شباب؟